نعم. فضيلة الشيخ، ما حكم السلام على قارئ القرآن؟ إيش؟ ما حكم السلام على قارئ القرآن؟ نعم. السلام على قارئ القرآن إن كنت تشغله وتلبس عليه قراءته فلا تسلم عليه، ما لم تعلم أنه يرتقب سلامك، وأنك لو لم تسلم عليه صار في قلبه شيء. لأن بعض الناس إذا كان يقرأ عن ظهر قلب ثم سلم عليه إنسان ضاع موقفه، يعني بمعنى أنه لا يدري إلى أين انتهت القراءة فيشوش عليه. أما إذا كان يقرأ من مصحف فقارئ المصحف يعرف حيث انتهى، فلا بأس بالسلام عليه. نعم.